تدين الاخوان المسلمين. اتحدى اي بشر من جماعه الاخوان المسلمين، اي بشر سروري تكفير هجره تكفيري يجي يناقشنا في الكلام ده، انه ده دين، ده دين عبد الله الشريف الفانيلا غيره ابريده كلهم ان ضيعوا اعمارنا ومستقبلنا هنا. كلهم كفره، كلكم كفره، كلكم كفره. اللي انا عايز اقوله لك هنا ان شكري مصطفى عبر عن غضبه بمصطلحات شرعيه. شكري مصطفى رئيس التكفيرين والتفجيرين قال لما كفر الناس قال والله ما عمل حاجه، انما عبر قال عن رايه بمصطلحات شرعيه، قال المسلمين كفار، كيف يكون عبر بمصطلحات شرعيه؟ سيد قطب يقول عثمان بن عفان كان شنو؟ مرخرخ. حس لو قلنا محمد مرسي كان مرخرخ في حكمه، الاخ مسلم ممكن يضاربك بالمناسبه ويعمل خطبه واسلامه، اسلامه بتاع شنو؟ نحن جلدنا محمد مرسي هذا ما اسلامه، واسلامه ويصرخ فوق. غصب عنك وعنهم اصبح اسم الرئيس السابق لمصر، وبرضه غصب عنك وعنهم اسم اول رئيس مدني منتخب لجمهوريه مصر العربيه في تاريخها. ويجي يكذبوا ده نمسك يقول لهم حكم واسلامه ومعتصمه وشريعته اهو ده. فمين هو بقى سيد قطب وايه هي حكايته؟ وليه الليله الكبيره قوي اللي عليه في الاعلام؟ ليه يعني ليه؟ سيد قطب ينكر العرش وينكر الميزان ويسب الانبياء ويسب المرسلين ويسب الصحابه زي ما هنعرف بعد شويه من كتب سيد قطب وجماعه الاخوان المسلمين. بص انا بقول يلا بينا يلا بينا يلا بينا. هذا رد على الإخوان من جماعة الإخوان المسلمين المدعو عبد الله الشريف المصري. الزول ده كان متخفي ما دار يظهر إنه هو من حزب الإخوان المسلمين لحد ما لاقى عدد كبير من المشاهدات والمشتركين معه. الآن بدأ بل أظهر كل منهج الإخوان المسلمين واعترف ان هو مما قام صغير شافع انه هو اخواني من جماعه الاخوان المسلمين، ودي الحقيقه اللي كان داسيه هو من البدايه. الحمد لله اتكشف، فنحن عملنا سلسله بتاعت حلقات في الرد على هذا الاخواني المتبرج عبد الله الشريف. طيب كنت مرة سنة 2006 بحضر درس في أحد المساجد والشيخ قال وعندك مثلا سيد قطب اوعى حد يقرا له كتاب معالم في الطريق ده، ده راجل إخواني تكفيري ربنا يعافيكم منه ومن فكره الظلام. فأنا خرجت من المسجد مباشرة على أي مكتبة أشتري منها كتاب معالم في الطريق. فلما رحت المكتبة الراجل قال لي مش موجود لأنه ممنوع من النشر. أسكت بقى؟ أبدا. الموضوع كبر في دماغي ودخلت على النت، وكانت سرعة النت عندنا وقتها كانت أبطأ من إن أنت ممكن تسوي حلة كوارع، واستنيت جنب الجهاز لحد ما حملت الكتاب وقعدت اقرا فيه. ومن يومها يا مؤمن ما رحتش للشيخ ده المسجد ده تاني، وجبت بعدها كل كتب سيد قطب. اولا يعترف في هذا الفيديو بانه من جماعه الاخوان المسلمين منذ بدايه حياتي، كما في حلقه سيد قطب الموسم الثاني حلقه رقم 28 في هذا المقطع. ويعترف في هذا المقطع أيضا أنه قرأ ويقرأ ويدرس كتب الإخوان المسلمين، كتب سيد قطب وغيره من جماعة الإخوان المسلمين، ويدعو الناس جميعا إلى قراءة هذه الكتب واعتقاد ما فيها من عقيدة فاسدة باطلة زي ما هنعرف بعد شوية. من كتب سيد قطب وحسن البنا والقرضاوي وغيره من رؤساء الإخوان المسلمين، عشان ما في واحد يقول لي ياخذ بمثل رأي رأي سيد قطب براو. سيد قطب ده وراه أمة من حزب الإخوان المسلمين، ده ما رأيه، بل الإخوان المسلمين عندهم كتب سيد قطب دي مقدمة حتى على صحيح البخاري ومسلم، لأنه الليلة دعاة ومشايخ الإخوان المسلمين بيشككوا في صحيح البخاري ومسلم ويطعنوا في صحيح البخاري ومسلم وهما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وما في واحد منهم من الإخوان المسلمين ده ليتجرأ أن يطعن في جملة أو سطر أو حرف من كتاب من كتب سيد قطب أو حسن البنا أو المودودي أو غيره من
المجرمين. فالرجل ده يدعو الناس بهذا المقطع ويقول الشيخ حذرنا من القراية من الكتب، ومشيت اشتريتها ولقيت كل الكلام ده ما فيش، ومن اليوم ده بقيت مواصل أقرأ فيه كتب سيد قطب وكتب رؤساء الإخوان المسلمين، في دعوة صريحة للمسلمين إنه يقروا الكتب دي، وده الدين، والله ما فيها دين، والفيها باطل، وفيها زندقة، وفيها كفر، وفيها إلحاد، وفيها إنكار لصفات الله عز وجل. سيد قطب ينكر العرش وينكر الميزان ويسب الأنبياء ويسب المرسلين ويسب الصحابة زي ما هنعرف بعد شوية من كتب سيد قطب وجماعة الأخوان المسلمين. فالرجل ده يخدع الناس. كذلك من المقاطع أيضا التي كشفته حلقة رقم 30 بعنوان حسن البنا الموسم الثاني، من بداية الحلقة إلى نهايتها يثني على مؤسس حزب الإخوان المسلمين حسن البنا. البنا من وهو عنده 12 سنة، يعني كان لسه في سنة 6 ابتدائي، كون جمعية مع أصحابه كان اسمها جمعية منع المحرم. وحسن البنا صوفي، كان يتبع للطريقة الحصافية الصوفية والطريقة الشاذلية الصوفية، وكان يمشي يتبرك بالقبور ويعتقد الحضرة النبوية ويحضر الموالد تحت البدوي. والبدوي ده شخص منحرف، شخص مجرم، دفنوا صوفية وعملوا قبة، دفن وصوفية عملوا قبة وعبدوا من دون الله. والليلة في مصر ضريح أحمد البدوي كما نقل في السنة بيحج له 3 مليون صوفي، وده جاي يمدح الجماعة ديل عبد الله الشريف بالفانيلا بتاعته دي. طيب كذلك أيضا حلقة ثالثة بعنوان الرئيس، وما دركت في عنوان الحلقة الرئيس محمد مرسي دي، ما دركتها عشان ما يتكشف، لكن الحلقة جوا كلها باسم الرئيس محمد مرسي يمدح ويقول فيه الدكتور مرسي خلاص مات ويتكلم، وهو حافظ لكتاب الله و و و ورجل صالح. دكتور مرسي خلاص مات، الراجل مات وساب لنا كام درس كده لازم ننقلهم بكل وضوح لابني وابني، ان اول رئيس مدني منتخب لمصر ما كانش نبي مرسل زي ما بعض الدراويش بيقول، ولا برضه كان خاين وجاسوس زي ما المجرمين عاوزين يفهموه، وان ده تطرف وده تطرف، وانه كان مجرد رجل صالح ودكتور مهندس شاطر في شغله حافظ لكتاب الله. رجل صالح ده عرفتها كيف؟ وحافظ لكتاب الله ده سمع له منه؟ وانت حافظ عشان تعرفه حافظ انت سمعت له؟ طيب لكن هو مدح وتلميع لزعمات الاخوان المسلمين. والدكتور مرسي ده مسك بس فتره وجيزه فتح الابواب كلها للشيعه، كلها فتح مصر للايرانيين والشيعه، قال الحدود وقطع يد السارق ورجم الزاني وجلد الزاني غير المحصن وغيره، قال دي ما من الدين ذاته. ترضى في يوم من الايام برئيس جمهوريه مسلم؟ انا قلت انا جاوبت حضرتك على فكره في البرنامج ده مره على السؤال ده. انا عارفه انا لا امنع الشعب المصري ولا اقف ضده في ان يختار ما يشاء. طيب المرجعيه في هذا الامر للشعب المصري بالاختيار. طب عشان عندي سؤالين والوقت بيخلص، هل ستطبقون الشريعه الاسلاميه في حال ما اذا ما فزتم؟ الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري اوريدي، مش أنا اللي هطبقها. الدستور المصري القديم من سنة 23، لا اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السارق، لا 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 دي مش الشريعة، لا لا هذه أحكام فقه، وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله. لا ده هذا كلام يعني يثار من أجل تشويش فكرة معينة. ده محمد مرسي اللي قاعد يقوله حافظ لكتاب الله ورجل صالح، شوفوا هذا الناس مجارمة كيف. طيب كذلك في الفيديو رقم 4، هذه كلها فيديوهات كشفت الفانيلا ده كلها، فيديو رقم 4 قال اللي انا عايز اقوله، وهو يبرر لشكر مصطفى زعيم جماعة التكفير والهجرة ومؤسسها، قال اللي انا عايز اقوله انه شكر مصطفى عبر عن غضبه بمصطلحات شرعية، من حلقة رقم 15 بعنوان التكفير والهجرة. إن ضيعوا أعمارنا ومستقبلنا هنا كلهم كفرة، كلكم كفرة، كلكم كفرة. اللي أنا عايز أقوله لك هنا إن شكري مصطفى عبر عن غضبه بمصطلحات شرعية. شكري مصطفى ده يا جماعة زعيم التكفير والهجرة. التكفير يعني شنو؟ مش هو نحن بنقول هو كافر، لا، هو بيكفر الناس. بيكفر المجتمع. أي زول عنده كافر
والعقيدة بتاعت التكفير للمسلمين دي أصلا أخذوها من كتب سيد قطب قبحه الله. هنجيك بعد شوية نوريك من المصادر عشان ما يكون كلام ساي. طيب كذلك أيضا في هذا الفيديو الخامس يمدح محمد مرسي الإخواني ويقول للناس اللي بيردوا عليه ويقول غصبا عنك وعنهم اسم الرئيس السابق لمصر، وبرضو غصبا عنك وعنهم اسم أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية، ويواصل المدح لهؤلاء. طيب الخلاصة الرجل الحمد لله اتكشف على إخوانيته، ونبدأ كلامه ده بعد العرض لهذه الفيديوهات نقطة نقطة. الليلة حناخد نقطة واحدة بس ونواصل في الحلقات الجاية، حلقات حتكون كثيرة إن شاء الله، لأنه رجل خبيث، رجل مجرم، ويسب السلفيين، يسميهم جامية ومداخلة، ويسبهم سب، ويسب علماء سلفية، ويمدح في شيوخ الإخوان المسلمين، وقال للناس المسلمين قال لهم علماءكم ما ديل، علماءكم قال لهم القاعدين في السجون، طبعا قاصد مشايخ الإخوان المسلمين من سيد غطب وناس حسن البنا لورا واسا من العودة ومن غيره ومن غيره ومن غيره. طيب نقيف مع كشف سيد قط، لأن الرجل ده قاعد يمدح منه سيد قط ويطلع للناس بأنه شهيد من الشهداء. وأول نقطة، ما يجوز تقول لأي بشر شهيد إلا من شهد له النص. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال عن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه شهيد أو سيد الشهداء، وقال فلان شهيد وفلان شهيد دل شهداء، لكن زول ما شهد له النص قاعد الليلة توفى الليلة في زمننا ده، ما يستقول شهيد عديل كده، لأنه لو قلت شهيد قطعت له بالجنة. ولذلك بوب الإمام البخاري باب لا يقال فلان شهيد، وجاب حديث سهل بن سعد وحديث أبي هريرة. أما حديث سهل بن سعد قال كان رجل في جيش النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يدع شاذة ولا فاذة إلا تبعها وضربها بسيفه، فقال الصحابة ما أجزى أحد اليوم مثل ما أجزى فلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه من أهل النار. قال قاتل في المعركة وجاهد في المعركة، بعد ده النبي عليه الصلاة والصحابة شهدوا له، بعد ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من أهل النار بعد ده. فقام رجل من الصحابة قال فتبعته، لسه ما مات الرجل ده، قال حتى أثقل بالجراح فوضع نصل السيف على الأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل على نفسه ونحر نفسه انتحر. فجاء الرجل راجعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا أشهد إنك رسول الله. قال مما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا تبعته حتى أثقل بالجراح فوضع نصل السيف على الأرض وذبابه بين ثدييه ونحر نفسه ومات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم. البخاري طلع فائدة عظيمة من هذا الحديث العظيم، قال باب لا يقال فلان شهيد. أنا لو قلت فلان ابن فلان ده باسمه شهيد وما عندك دليل من الكتاب والسنة على إنه شهيد، معناته قطعت له بالجنة، ما في أحد يعرف إنه ده داخل الجنة ولا داخل النار إلا من شهد له النص. أما سيد قطب القاعد يمدح وفنيلا ده عبد الله الشريف، سيد قطب ده رجل منحرف انحراف كبير جدا عن المنهج الصحيح الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده ما كلامنا عشان الإخوانجية ما يزعلوا والفانيلا ده ما يزعل، ده ما كلامنا، ده كلام سيد قطب من كتبه. مثلا نبدأ التكفير عند سيد قطب، كتاب معالم في الطريق صفحة 98 إلى 103، ده كتاب معالم في الطريق، والكتاب ده ذاته مدحه عبد الله الشريف ده في حلقته دي ذاته،
ومدح كتاب معالم في الطريق وكتاب العدالة الاجتماعية، كتاب وصوره جاب للناس عشان الناس يمشوا يقروها، كتب باطلة. اوعك تقرا، اخ اقرا القرآن والسنة، ما لكم على الهوس. الصفحة رقم 98، سيد قطب بيكفر اي مسلم لافي على وجه الارض، كلهم كفار. قال، سمع كلام طويل، دي الخلاصة. قال: ولكن ما هو المجتمع الجاهلي؟ وما هو منهج الإسلام في مواجهته؟ إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. يعني تعريف المجتمع الجاهلي عند سيد قطب إنه دول الكفار غير المجتمع شنو؟ المسلم، غير المسلمين. أمسك التعريف ده كويس عشان حاجيك. طيب، قال: وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا. مسلمين كلهم، غير مسلم كلهم، ديل قال شنو؟ ديل يدخل في إطار المجتمع الجاهلي. والمجتمع الجاهلي تعريفه عند سيد قطب هو شنو؟ المجتمع الكافر، لأنه قال غير المسلم يعني الكافر. فكفر جميع من في الأرض. لسه كلام جايك انت قال ده، بس كلام يعضد بعضه بعضا. قال طوالي مشى الكلام إلى الصفحة 101. قال بعد ما جاب اليهود والنصارى، قال: وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. هذا الكلام، كلهم كفار ديل عند سيد قطب. أي مسلم على وجه الأرض عند سيد قطب ده كافر. عشان كده ظهروا ناس شكري مصطفى، جماعة التكفير والهجرة، من رحم ومن بطن جماعة الإخوان المسلمين من داخل السجون المصرية كما هو معروف. وجاء عبد الله الشريف يبرر لنا شكري مصطفى، قال شكري مصطفى لما قال المجتمع كله كافر قال بس عبر بمصطلحات شرعية. كونه يقول المسلمين كفار، هل ده مصطلح شرعي يا فانيلا؟ يكفرهم يا أخي. في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حارد عليه. كلمة خطيرة لو ما وقعت في كابر صحيح ترجع عليك أنت، يبقى خطيرة ولا ما خطيرة؟ خطيرة يا أخي. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: ورمي مسلم بكفر فهو كقتله. قلت لمسلم يا كافر ذنبها أو جريمتها زي جريمة شنو؟ زي قتلت نفس مسلمة بغير حق. وما هو جرم وذنب قتل المسلم بغير حق؟ قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ورمي مسلم بكفر فهو كقتله. أمشي لسع الصفحة 103. قال: وإذا تعين هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها، من هذه المجتمعات الجاهلية كلها، يتحدث في عبارة واحدة: إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره. يرفض أن يقول للمسلمين كلهم. من هنا طلع جماعة التكفير والهجرة، ما زي ما بيقولوا العلمانيين والشيوعيين المجرمين يقول لك لا دي طلع من السلفيين. والله السلفية براء من التكفير والهجرة. التكفير والهجرة طلعت من هنا، من هنا، من كتب سيد قط ومن منهج سيد قط ومن جماعة الإخوان المسلمين البدعوا عليه التكفيري الضال اللي اسمه عبد الله الشريف ده. كذلك كتاب ظلال القرآن الجزء 4 الصفحة 2009. ظلال القرآن ده حق منو؟ حق سلفيين؟ ده كتاب سيد قطب، وده عند الإخوان المسلمين ده بيقولوا يمكن أكثر من القرآن ذاته. ده عندهم نمرة واحد عندهم ظلال القرآن ده. حتى محمد علي بن إسماعيل نائب رئيس أنصار السنة في السودان سألوه عن الكتاب ده في ورقة، قال لك نسألك من كتاب الضلال لمؤلفه سيد قطب. قال: كتاب الضلال؟ كاتب الضلال يا أخي. وقال: ده كتاب قيم جدا في مجالي. ده قيم يا ود اللمين، بوريك لوسع. 2009، صفحة 2009. قال سيد قط: إن هذا المجتمع الجاهلي
الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. تذكر انه سيد قطب قبيل عرف المجتمع الجاهلي بانه المجتمع الكافر، خلاصة كلامه صحيح ولا ما صحيح؟ طيب هنا قال المجتمع الجاهلي ذا بنعيش فيه ونحن ديل، يعني هو ذاته معانا، يعني بتكلم على المسلمين، قال ان هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. ما مسلمين، صفحة 2009. ايضا في نفس الجزء 4 الصفحة 2122 في نفس الجزء قال سيد قطب: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. ما في، قال لك على وجه الأرض، أو ده الكلام يا ناس، ما في على وجه الأرض أبدا على وجه الأرض. قال لك شنو؟ إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة شنو؟ مسلمة. ما في خالص يا ناس، انتوا دارين تكفير اكثر من كده؟ كيف كل الناس دي كفار عن سيد قطب؟ ان ولدت ان ولدوا الليله كافر عن سيد قطب. على وجه الارض ما في مسلم اصلا. عرفتوا التكفير جاي من وين؟ من الاخوان المسلمين، من كتب سيد قطب ومن كتب حسن البنا. حسن البنا في كتاب الرسائل الصفحه 86 قال: من لم ينضم الى منهج او جماعه الاخوان فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الما بيبقى من حزب الأخوان المسلمين ده قلع الإسلام جدعه برا، ده كافر. ديل هم التكفيرين، ناس حسن البنا، سيد قطب، والود الفنيلة ده اللي اسمه عبد الله الشريف. لكن ده طبعا يعني أخو مسلم مودرن كده بوهمة جديدة، فنيلة بمبية، فنيلة كحلية، فنيلة بتاع، ده يجذب النساء من المشاهدات. عرفت كلامي؟ لكن الحمد لله يتكشف بفضل الله عز وجل. طيب كذلك الجزء 2 من ظلال القرآن الصفحة 1057، ده الجزء 2 من كتاب ظلال القرآن لسيد قطب الصفحة 1057. طيب يقول سيد قطب، شو التكفير ده كيف؟ تكفير تقيل. قال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية. آها. وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البشرية رجعت تاني لشنو؟ البشرية كلها، ما بيستثني ولا واحد، كلها عادت إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم جاءها الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: لقد استدار الزمان كهيئتي يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد. البشرية كلها، مش معاه نفرين مسلمين، ما في، كل البشرية مرتدة، كفرت وارتدت عن سيد قطب، وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله. طيب ما في ناس بيشهدوا أن لا إله إلا الله ويصلوا في الجوامع؟ قال لك ده برضه كفار. قال: وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. برضه وإن بيقولوا كده لا إله إلا الله في المآذن المساجد، برضه ذي معهم ارتدوا. إلى أن قال: البشرية بجملتها، عشان ما تقول لي والله ما قاصدهم كلهم، أكد ثاني، قال لك البشرية شنو؟ بجملتها، بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، هؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبينوا الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. رأيك شنو في التكفير ده؟ رأيك شنو في منهج الخوارج الأصلع الواضح ده؟ من الليلة لابد العالم ده كله يعرف إنه الإرهاب والتفجير والتكفير والبلاوي دي كلها، أقعد، والبلاوي دي كلها هي من جماعة الإخوان المسلمين. الجاي أصل لها الليلة عبد الله الشريف ده بفانيلته دي، واك ويك واك ويك، أو ده كلام باطل، تكفير للمسلمين. جبنا حاجة من رأسنا يا جماعة؟ دي كتبهم، لسه الشغل ده ماشي. جيب الجزء 3 من كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب
الضالة المضيلة الصفحة 1634. طبعا بعض الناس يقول لك لا ما تقول ضال بس بالراحة كده بالراحة، هو قال انت كافر تاني بالراحة شنو؟ صفحة 1634 قال سيد قط بكفر البشر دير كلهم بكفر المسلمين تحديدا كمان، قال إن المسلمين اليوم لا يجاهدون. ليه؟ ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون، ما في مسلم ذاته، قال عشان كده قال ما بجاهدوا. قال إن قضية وجود الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج. لو قال اصلح العقيدة، لو قال كذا، لكن ما في مسلم كت. انت كيف طيب يا سيد قط؟ انت ما واحد من الارض، واحد من المجتمع المسلم. سيد قطب البدافع عنه ده عبد الله الشريف ده. طيب وده ما كلامنا انه الاخوان المسلمين هم التكفيرين ورئيسهم سيد قطب هو التكفير اللي بيكفر المسلمين وبيدعو الى القتل والى التفجيرات والى الارهاب والى التطرف، ده ما كلامنا احنا، ده كلام رئيس الاخوان المسلمين الليله على وجه الارض، ما نحن والله، القرضاوي المصري القطري. الصفحه 99 الى 100 من كتاب اولويات الحركه الاسلاميه للدكتور القرضاوي، اهو ده الكتاب. شفنا الليله ما جبنا كتب حقتنا، كتبهم هم. الصفحه 99 الى 100 يقول القرضاوي، وده طبعا زعيم الاخوان المسلمين الليله بلا منازع، قال في هذه المرحله، ده كلام القرضاوي، في هذه المرحله ظهرت كتب الشهيد سيد قطب التي تمثل المرحله الاخيره من تفكيره. يعني ما تاب منها لاخر شنو؟ مرحله، يعني ما اقول لك بعد ذاك تاب، زي ما بيقولوا حزب تاب وين؟ قال التي تمثل المرحله الاخيره من تفكيره والتي تنضح بتكفير المجتمع، اهو ده الكلام، والتي تنضح بتكفير شنو؟ المجتمع. كتب سيد قطب قال لك لحد المرحله الاخيره من حياته تفكيره في حياته تنضح، قال لك كتبه بشنو يا جماعه؟ بالتكفير، تنضح مليانه زت لما طلعت ببر التكفير. الحمد لله ديل وشهد شاهد من اهلها، ده ما كلام السلفيين، ده كلام الاخوان المسلمين. بعد ده يا عبد الله شكري جاي انت تلمع في ديل عبد الله الشريف، جاي تلمع في ديل وتقول كتبه مقريته ومن اليوم ده خطيته وبقيت اقرا فيها دي، ها؟ وده السر والسبب الخلاق في حلقه كامله تدافع عن جماعه شنو يا عبد الله الشريف؟ تدافع عن جماعه التكفير والهجره، وتقول ذاك اللي هو شكري مصطفى رئيس التكفيرين والتفجيرين قال لما كفر الناس قال والله ما عمل حاجه، انما عبر قال عن راي ومصطلحات شرعيه. ان ضيعوا اعمارنا ومستقبلنا هنا كلهم كفره، كلكم كفره، كلكم كفره. اللي انا عايز اقوله لك هنا ان شكري مصطفى عبر عن غضبه بمصطلحات شرعيه. قال للمسلمين كفار، كيف يكون عبر بمصطلحات شرعيه؟ والشرع يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بي أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. نحن في ديننا لا يجوز أن نكفر أحدا بغير دليل شرعي أبدا، بغير وجه حق. وده المنهج الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة وسط بين الخوارج اللي هم جماعة الأخوان المسلمين وحزب التحرير وكلهم، وبين المرجئة اللي هم الصوفية. صوفيا ده لموا اي حاجه، لموا يرجاء ولموا يهود ولموا اي شيء لموا جوا. المهم فوسط بين الخوارج وبين المرجئه، منهج معتدل هو منهج اهل السنه والجماعه. طيب ده التكفير عند سيد قطب، ذول ما نافع، ذول خارجي. والخوارج هم اللي بيكفروا. قال عنهم النبي عليه الصلاه والسلام كما عند ابن ماجه قال الخوارج كلاب النار. وقال عنهم كما في الصحيح لما جازوا الخويصرة، وده رئيسنا سيد قطب، ده أول أخو مسلم في الوجود ظهر، أول خارجي اعترض على الحاكم منو؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في رواية يا محمد لئن كان الله أمرك أن تعدل
فإني لم أرك تعدل. ده الناس أرى وأفتكر مفكر قديم ده زي المفكرين ديل بتاعنا الأخوان المسلمين وغيرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضي، وفي رواية من صئصي هذا، أقوام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ليه يقتلوا أهل الإسلام؟ لأنه بكفرهم، ودي أول خطوة للقتل إنه يكفروا. عشان كده الإخوان المسلمين الليلة مستلمين زعامة التفجيرات، جبهة النصرة دي شنو؟ من جماعة الإخوان المسلمين. داعش دي من وين؟ من جماعة الإخوان المسلمين. القرضاوي قال رئيس داعش أبو بكر البغدادي ده، قال ده أصلا ربوا الإخوان المسلمين، ربينا نحن، تربية وسخة، عرفتها؟ اعترف براو. أي بلوى وكفوة حصلت للمسلمين في الزمن ده في الغالب تلقى من جماعة الإخوان المسلمين. تنظيم القاعدة لحزب بن لادن خوارج، دير شنو؟ من جماعة الإخوان المسلمين. أيمن الظواهري ده شنو؟ من جماعة الإخوان المسلمين. الناس اللي بيفجروا بيكفروا وشغالين إرهاب دي المنو؟ من جماعة الإخوان المسلمين. جابوا من وين الكتب دي؟ ده خلاصة الموضوع. البدعو ليه لعبد الله الشريف يرفع صورة ويقول قريتها ولقيتها لذيذة بيتزهي؟ كتب كلها باطلة، كلها تكفير. واحد. اثنين، في عقيدة وحدة الوجود. وعقيدة وحدة الوجود انت عارفها شنو؟ عقيدة الحلول، أن يعتقد أن الله يحل في كل مكان. وده كلام الصوفية معروف، كلام باطل وكفري. قال الإمام أبو حنيفة: من قال لا أعلم، من قال إن الله ليس في السماء أو لا أعلم أن الله في السماء فهو كافر. ونقل عنه الذهبي في كتاب العلو. طيب، أما عقيدة وحدة الوجود، أن يعتقد أن كل شيء في الوجود هو الله، كما قال محي الدين ابن عربي الصوفي، قال: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في الكنيسة. العقيدة دي تحت وحدة الوجود دي موجودة عند حزب الإخوان المسلمين، ودعا لها سيد قطب، والليلة بيلمع فيه عبد الله شكري الفانيلا، عبد الله الشريف الفانيلا ده. طيب، جيب كتاب ظلال القرآن لسيد قطب الجزء 6 صفحة 3479 إلى 3480. قال سيد قطب كلام خطير جدا، كلام خطير، كلام إلحادي وكلام كفري. بعد ده يمدحوا الكتاب ده، يمدحوا لك مدح في ظلال القرآن، كتاب قيم وعلى الناس أن يقرؤوه، كتاب باطل كما قال العلامة ابن باز لما قرأ عليه جزءا يسيرا من كتب سيد قطب، قال: هذه الكتب يجب أن تمزق، أو قال: يجب أن تحرق. المهم، سيد قطب يقول: ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى، حيفسر لك بعد شوية، وهاموا بها وفيها وسلكوا إليها مسالك شتى. بعضهم قال إنه يرى الله في كل شيء في الوجود، يرى الله في الحمار، ده كلامهم هم ما كلامي أنا، يرى الله في الغنماية، يرى الله في البغل، يرى الله في الخنزير. وبعضهم قال إنه رأى الله من وراء كل شيء في الوجود، أها. وبعضهم قال إنه رأى الله فلم يرى شيئا غيره في الوجود، يعني ما في حاجة في الكون إلا الله. فهمتوا الكلام ده كيف؟ دي عقيدة شنو؟ وحدة الوجود اللي فسرناها قبل كما قال العلماء، هي دي. عشان كده محي الدين بن عربي الصوفي لعنه الله قال: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، لأنه قالوا ما بنرى الله، ما بنرى حاجة في الوجود إلا الله. طيب ده شنو؟ ده برضو الله، كلب خنزير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. البهمنا في الكلام ده كلام سيد قطب بعد ما جاب كلام الصوفية ده الكفري الإلحادي ده، قال: وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة، وكلها أقوال
تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة في هذا المجال. الناس اللي بيقولوا ده كلام كفر وإلحاد وإنه يقولوا الله خنزير، ده كلام غلط وده كلام كفر. الناس اللي بيقولوا ده كلام كفر قال ديل ما يعانوا للألفاظ، ظاهر الألفاظ القاصرة في المجال، قال دي الحقيقة ذاتها. كلام الكفر ده دي الحقيقة ذاتها، ده كلام سيتقط. بعد ده يقول لك الشهيد زي ما قال عبد الله الشريف، الشهيد سيتقط يا زول، ما شهيد ولا اي حاجه، لكن ما بنقول في جنه ولا في نار، لكن ما يوسف يقول لي زول منحرف، زول ضال مضل، زي ده تقول هو شنو يا جماعه؟ هو شهيد، تقعد تلمعوا للناس، هو لو انسان صالح ذاته ما يجوز يقول شهيد، الا من شهد له النص كما بينا بنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام من صحيح البخاري. كذلك الجزء 6 نفس الجزء ده الصفحة 4002، صفحة كم؟ 4002. طيب يقول سيد قط قبحه الله، وده والله منهج سيد قط بدا أخطر منهج، لكن أخوانا المسلمين حلاقيهم كبيرة لمعوا لك الشهيد البطل الذي ظلم الذي ابتاع، وجماعة يبكوا تلقى الشباب يحضروا ويقروا كتبه ضلوا، بيقوا تكفيرين وبيقوا شماشة وبيقوا صوفية وبيقوا غيره، كل من الكتب الباطلة دي وأمثالها. طيب قال سيد قطب في تفسيره لسورة الإخلاص من كتاب ظلال القرآن، قال إنها أحدية الوجود، قل هو الله أحد الله الصمد، فسر بعقيدة وحدة الوجود، قال إنها أحدية الوجود فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده، وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية، وهي من ثم أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء، وهذا الوجود أصلا، وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضا. يعني ما في حقيقة في الوجود إلا الله، صح ربنا خلق الوجود هو الخالق الرازق المحي المميت، صحيح وده عقيدة وده الإيمان، لكن في الوجود في حقائق ولا ما في؟ في حقائق، ربنا سبحانه وتعالى أوجده، قال لا لا ما في حقيقة في الكون إلا هو، دي عقيدة وحدة الوجود، لأنه حتى الحقائق لو جاد ربنا دي بيقولوا ناس سيد قطب بيقولوا هي دي ذات ربنا، وهذه عقيدة وحدة شنو يا جماعة؟ وحدة الوجود. شيء كذا الكلام ده لما قالوه للشيخ ابن عثيمين، نفس الصفحة دي قالوها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ودي الصفحة قالوها له، فقال هذا الكلام يدل على عقيدته بوحدة الوجود أو على قوله بوحدة الوجود، وأنه مسكين ضائع في التفسير سيد قطب. وده ما كتاب تفسير، ده كتاب ساكت، كتاب يعني ما فسر الآية بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكده، ويجيب آثار السلف، لا لا لا، بيجيب الآية وحيجيب بعد شوية والله كلام غريب خلاص، بيفسر الآيات بالموسيقى وبالنغمة وبالأورغن وبالدربوكة، يعني هذا شنو؟ هسه بيجيك بالآلات الموسيقية كلها بيجيبها في تفسير الآية، كما في تفسير سورة النجم حيجيك بعد شوية، بس اصبر شوية. طيب سيد قط وشتمه للأنبياء والمرسلين وسبه للرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين، جيب كتاب التصوير الفني في القرآن الصفحة 164، ده الكتاب، هذا هو الكتاب، طبعة دار المعارف، الصفحة 164 إلى 166. طيب دي كلها فيها سب، كل الصفحات دي كذا نمسكها صفحة صفحة. قال لي نأخذ موسى، طبعا ما بقول عليه الصلاة والسلام، ما بقول كذا كما أمرنا النبي نهائي، ما بقول كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي نأخذ موسى هكذا ونحن نقول عليه الصلاة والسلام، إنه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاج. يا ناس أنا بسألكم بالله، لو زول قال لك أبوك مندفع وعصب المزاج يا أخي،
سباه ولا ما سباه؟ سباه. بترضى الكلام ده ولا بترضاه؟ ما في عاقل بيرضى الكلام ده في ابوه يا ناس. ابوك بس. ده بيقولوا في نبي ورسول من اولي العزم الخمسة من الرسل. بل كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنه: وكلم الله موسى تكليما. قال الله عز وجل عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ربنا قال عنه مخلصا، مخلص ومخلص. يجي السافل ده يسبه، ولما نطعن في سيد قطب يقول لك لا ما تجرحه يا أخي، ده بيسب الأنبياء والرسل. يا أخي أنت بتزعل للأنبياء ولا بتزعل لسيد قطب؟ لكن شوف تعصب جماعة الإخوان المسلمين، إنهم بيزعلوا لسيد قطب أكثر من زعلهم للدين والقرآن والأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والله ده عجيب. عشان كده الناس ضلوا ضلال مبين، جماعة الإخوان المسلمين ده. طيب، ثم قال، وأنا جبت بس المواضع لأنه كلام إنشائي فارغ ساكت، بجبت مواضع السبو ده بيهمنا ده الشاهد. قال: وهنا يبدو الانفعال العصبي واضحا لموسى عليه السلام. بعد ذا قال: وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية عن موسى فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين. أصلاً بتكلم عن موسى عليه السلام يا جماعة. قال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. قال: وهو تعبير مصور لهيئة معروفة. شوف بفسرها كيف بالسب، هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة، وتلك سمة العصبيين. شوف الكلام ده كيف بيتكلم عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. انتوا دارين دليل اكتر من كده كيف انه الاخوان المسلمين ضالين؟ ويجي عبد الله الشريف ده يلمع الجماعة ده ويلمع الكتاب ده ذاته تحديدا، ده الكتاب طبعا دار المعارف او ده تصوير الفني في القرآن لسه. قال: فلندعه هنا، يحكي عن موسى عليه السلام، قال: فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات فلعله قد هدأ. بيتكلم عن موسى عليه السلام. فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. لعله، كلا كلا، ما هدأ ولا صار رجل هادي ولا حليم هادي الطبع ولا حليم النفس، كلا. قال إلى أن قال: إنه الفتى العصبي نفسه، ولو أنه قد صار رجلا فغيره كان يخاف، نعم، ولكن لعله كان يبتعد منها ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى. إلى أن قال عودة، إلى أن قال: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: هذه عودة العصبي في سرعة واندفاع. عن موسى يتكلم، عن موسى عليه الصلاة والسلام. هذا ولا يصح نقول مجرم ولا ما يصح؟ يصح نقول ضال ولا ما يصح؟ طيب، إلى أن قال، صفحة 166 برضو يتكلم عن موسى: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قوله تعالى قال يفسره في موسى عليه السلام، يفسره كيف؟ يقول: هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة. ده دين جماعة الإخوان المسلمين، سب وشتم للأنبياء. ويجوا يكذبوا، دار يمسكوا لهم حكم وإسلامه ومعتصمه وشريعته. أهو ده سيد قطب يا عبد الله الشريف يا فانيلا، وسبه وشتمه للصحابة رضي الله عنهم سب تقيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي، يعني ينفق في سبيل الله ما بتحصله ولا نصيفه. تاني في كلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا،
وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أها سيد قطب أمسك، والله سب الصحابة سب، قال جيب كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، والكتاب ده تحديدا أهو ده طبعة دار الشروق، ده عبد الله الشريف يرفعه في المحاضرة حقته يقول دي كتب ممتازة جدا وقريتها، قال حذرونا منها في الجامع، ومشيت السوق قال البايع قال لي دي ممنوعة، قال مشيت فتشتها ولقيتها وقريتها، ومن اليوم ده كان بقرا فيها. كنت مرة سنة 2006 بحضر درس في أحد المساجد والشيخ قال وعندك مثلا سيد قطب اوعى حد يقرا له كتاب معالم في الطريق، ده راجل إخواني تكفيري ربنا يعافيكم منه ومن فكر الظلام. فأنا خرجت من المسجد مباشرة على أي مكتبة أشتري منها كتاب معالم في الطريق، فلما رحت المكتبة الراجل قال لي مش موجود لأنه ممنوع من النشر. أسكت بقى؟ أبدا. الموضوع كبر في دماغي ودخلت على النت، وكانت سرعة النت عندنا وقتها كانت أبطأ من إن أنت ممكن تسوي حلة كوارع، واستنيت جنب الجهاز لحد بعد ما حملت الكتاب وقعدت اقرا فيه، ومن يومها يا مؤمن ما رحتش للشيخ ده المسجد ده تاني، وجبت بعدها كل كتب سيد قطب. يا هو طلعت لنا وسخ زي ده لانك بتقرا الكتب دي. الصفحه 159 الى 161. اها قال شنو؟ سيد قطب قال بيتكلم عن عثمان بن عفان، كل الكلام الجاي ده رضي الله عنه. سيد قطب ما بقول رضي الله عنه اصلا برضه. قال هذا التصور لحقيقة الحكم قد تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان، ما بقول رضي الله عنه طبعا، ونحن بنقول رضي الله عنه، لكن الموضوع جايك الأخطر من ده. بيتكلم عن حكم عمر وإنه عادل وكده، قام انتقل لحكم منه عثمان. قال هذا التصور لحقيقة الحكم العدل وكده في عهد عمر قد تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان. أها. وإن بقي في سياج الإسلام لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، نحن نقول رضي الله عنه، ومن ورائه مروان ابن الحكم يصرف الأمور بكثير من الانحراف عن الإسلام. عثمان قال لأنه رضي الله عنه كان كبير حسب كلام سيد قطب كبير، وممسك معه مروان بن الحكم بيصرف أمور الدولة الإسلامية بكثير من الانحراف عن الإسلام ذاته، وعثمان بن عفان قاعد يعاين فيه. ده كلام سيد قطب السافل في أصحاب في ذي النورين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه بابنتيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء ما تزوج رجل في التاريخ ببنتي نبي إلا عثمان بن عفان. زوجوا الأولى الرسول عليه الصلاة والسلام فماتت، فزوجوا الثانية، باقي لك الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لي بنته الأولى وتموت، اختار الثانية برضو لنفس الرجل، يكون رجل كعب زي ما يقول سيد قطب عنه. وماتت الثانية فقال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع دي يا عبد الله الشريف جوا نخرتك وجوا عينك، اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ده، قال يا عثمان بعد ما ماتت زوجته الثانية بنت الرسول الثانية، قال لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. ده عثمان بن عفان. طيب بيطعن فيه فانيلا وجماعته. اها قال كما ان طبيعة عثمان الرخية. سيد قطب يقول عثمان بن عفان كان شنو؟ مرخرخ. حس لو قلنا محمد مرسي كان مرخرخ في حكمه، الاخ مسلم ممكن يضاربك بالمناسبه ويعمل خطبه واسلامه اسلامه بتاع شنو؟ نحن جلدنا محمد مرسي هذا ما اسلامه واسلامه، ويصرخ فوق ناس يا اخي دجالين وعندهم اجرام وعندهم جزء كبير جدا من النفاق. والله والله كل ما تقرا سوره التوبه دي وعلامات المنافقين تلقى كثير جدا من علامات المنافقين في حزب الاخوان المسلمين. مجار ما يا اخي، يا اخي القرضاوي ده بس كده مثال بسيط. القرضاوي لما الثورة قامت على حسني مبارك وعلماء اهل السنة قالوا ما يجوز تخرج على حاكم مسلم حتى لو كان ظالم، قالوا ما بجوز تخرج، وجابوا الاحاديث اسمع واطع للامير وان جلد دارك واخذ مالك، قام جاب كتاب في قناة الجزيرة، طبعا قناة اخوانية دي لا فليبلغ الشاهد الغائب، قام جاب كتاب قال هذا الحديث ضعيف
حديث صحيح مسلم يا ولد. قال لا لا ضعيف. وما ضعيف صحيح. دارت الايام شهور بس بسيطة قام مسك محمد مرسي صحيح ولا ما صحيح؟ قام جاب نفس الحديث قال ولا يجوز الخروج على الحكام. والله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. واسمع واطع شوف الاجرام ده كيف، شوف النفاق ده لا درجة، شوف الاجرام بتاع الاخوان المسلمين ده كيف. طيب قال كما قال سيد قطب البلمع فيه وفنين لدى عبد الله الشريف، قال كما ان طبيعة عثمان الرخية وحدبه الشديد على اهله قد ساهم كلاهما في صدور تصرفات، يعني من عثمان بن عفان، انكرها الكثيرون من الصحابة من حوله، وكانت لها معقبات كثيرة وآثار في الفتنة التي عانى الإسلام منها كثيرا. كل ده قال بسبب عثمان بن عفان، فتنة عانى منها الإسلام كثيرا ومعقبات كثيرة وخطيرة وتصرفات أنكر الكثيرون من الصحابة. ليه؟ قال لأنه عثمان كان مرخرخ وكان عنده حدب شديد على أهله، كان بكرم أهله مجوع المسلمين. ده كلام سيد قطب المستهبل الكذاب. يا أخي عاد عثمان بن عفان كان من أرخى العهود، من أرخى العهود، وحصلت الفتوحات والأموال فاضت حتى تدفقت بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء، بالذات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. يا أخي عثمان بن عفان ماله كله صرفه في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام ماشيين غزوة تبوك، تبوك دي بعيدة ولا الليلة بعيدة، بل عربية الليلة بعيدة، الناس اللي في السعودية بيعرفوا الكلام ده، في حدود إسرائيل وحدود الأردن. مشوا من المدينة تحركوا، لا في عربية لا في دبابة، شفت كيف؟ بالدواب ركبوا مشوا لحد هناك دارين يمشوا. والواطة كان الصيف حر شديد، تقالوا زي حرنا ده حر شديد. النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وأمرهم يصدقوا وينفقوا في سبيل الله للجهاد. عثمان بن عفان قال فجهزت جيش العسرة وما تركتهم يحتاجون إلى خطام ولا إلى فرس ولا إلى سلاح، كله جهزوا، كله جاب الحصين جاب الإبل جاب الأسلحة جاب الأكل، قال حتى الحبال دي اللي بربطوا بها خشم الفرس والناقة دي قال جبتها برضو ما خليتهم جابوها. قال وانطلق إلى بيتي وجاء بمائة وعشرين أوقية من الذهب الخالص فوضعها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انطلق وجاء بمثلها فصار النبي يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه وارضاه. يجي السافل ده ومعه فانيلا عبد الله الشريف الود المتبرج ده، يا أخي كده أول شيء ستر، يا أخي أول شيء ستر، عرفت كلامي؟ يجي يسوب في ديل ويمدح الكتب اللي بالسب ويرفعه ويقول دي انا قريته ولليله بقراه، ما عشان كده تربيت التربيه الوسخه دي، لانك تربيت على الكتب دي. ونحن كشفناك بعدين، احنا وراك وراك ان شاء الله، والله ننجمك نجام ان شاء الله تعالى، الصوم بدنا نخليك اي حلقه تنزلها بتتنجم فيها، عرفتها؟ والحق في النهايه اللي بيظهر، عشان كده حذيفة بن اليمان قال ان على الحق نورا يا اخي. كلم انت ونحن بنتكلم، نشوف اللي بينتصر الحق ولا الباطل. وربنا قال وقل جاء الحق، اسمع يا متبرج، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال شنو؟ قال ولقد كان الصحابة يرون هذه التصرفات الخطيرة العواقب، التصرفات الخطيرة العواقب، فيتداعون إلى المدينة لإنقاذ تقاليد الإسلام. وطبعا الناس شوفوا الزول ده كذاب كيف سيد قطب ده، الناس اللي كانوا بيقولوا تعالوا المدينة لعثمان بن عفان وتعالوا الحقوا ديل ما الصحابة، صحابي واحد فيهم كان ماف زي ما قال ابن كثير في البداية والنهاية الجزء سبعة ولا صحابي، ديل الخوارج، ديل الخوارج. عشان كده سيد قطب لأنه رأس الخوارج في العصر الحديث بيقول عن الخوارج الكتل عثمان بن عفان والنادوا الناس للمدينة للثورة على عثمان وكتلوا، بيقول ذي الصحابة. سبحان الله شوف الكلام ده عجيب كيف. طيب وإنقاذ الخليفة من المحنة، والخليفة في كبرته
لا يملك أمره من مروان، يعني ما قادر قال على مروان بن الحكم، وده ذاته كذب كله، كله كذب. لكن زي ما هو بيقول، قال وإنه لمن الصعب أن نتهم روح الإسلام في نفس عثمان. شوف ما حتى رضي الله عنه ما بقول، لكن أمشي كلام الأخطر. ولكن من الصعب كذلك أن نعفيه من الخطأ. ده منو؟ تكلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولكن من الصعب كذلك، أو ده فوق، أن نعفيه من شنو؟ من الخطأ. طيب، الذي نلتمس أسبابه في ولاية مروان الوزارة في كبرة عثمان إلى أن قال. بعد بيتكلم سيد قطب على الناس الخوارج التكفيريين الساروا على عثمان وكتلوا، شوف بيمدحهم وبيمدح الثورة بتاعتهم كيف. قال سيد قطب وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان، هكذا نحن نقول رضي الله عنه، واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، ولكن لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام. زول بعين للثورة سارت على عثمان وكتلته دي بمنظار صحيح من روح الإسلام وبعين الإسلام، أن يقرر أن تلك الثورة الكتلة عثمان بن عفان في عمومها كانت فورة من روح الإسلام. يعني كتل عثمان بن عفان ده من صميم الدين ذاته. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند الترمذي بإسناد حسنه الألباني رحمه الله، وصف الناس الكتل عثمان بن عفان وثاروا عليه بأنهم ده المنافقين الخوارج ده، فقال عليه الصلاة والسلام يا عثمان إن الله مقمصك قميصا، يعني الخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني على الحوض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الكتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وثاروا عليه البمدهم سيد قطب ديل منو؟ خوارج. النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بالمنافقين، كيف يكونوا ذلك صحابة؟ كيف يكون الثورة بتاعتهم من روح الإسلام؟ طيب، لكن لأنه الأخوان المسلمين ده دينهم أصلا، الثورة والخروج على الحاكم حتى لو كان صحابي، حتى لو كان عثمان بن عفان، حتى لو كان رسول الله يثور عليه، حتى لو كان الله، الأخوان المسلمين مستعدين يثور على وين؟ كلام ده قاله طارق السويدان، قال أنا ما عندي مشكلة في خلاصة كلام، ما عندي مشكلة إنه تعترض على الدين، تعترض على الإسلام، حتى الاعتراض قال على الله ورسوله أنا ما عندي فيه مشكلة. ديل ثورتهم حتى على الله ورسوله. طيب، كذلك الصفحة 172 من نفس الكتاب، كتاب العدالة الاجتماعية بالإسلام، اللي هو الود عبد الله الشريف ده قاعد يلمع في الكتب دي كان داري يبقي الناس من جماعة الإخوان المسلمين. صفحة كم من 172؟ قال سيد قطب ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، شيخين منو؟ أبو بكر وعمر، بعديهم قال طوالي علي، معناته أسقط منو؟ أسقط عثمان وحاجيك، حيقول لك أسقطت براه، قال طوالي. قال وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة بينهما، من خلافة الشيخين وخلافة علي، في النص منه عثمان، قال لي فجوة ساكت ما نفع خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. عشان كده الإمام أحمد بن حنبل كشف مثل هؤلاء السفلة من زمان، من زمان الإمام أحمد كشفهم قبل ما يجلس يضغطوا بذاته. قال من قال أبو بكر وعمر وعثمان فهو سني، ومن قال أبو بكر وعمر وعلي فهو رافضي، كما نقل عنه الخلال في كتاب الخلال في كتابه السنة، وقال فهو رافضي أو قال هو مبتدع، هكذا جاءت الرواية. ديل ده شغل بتاع رافضة، عشان كده الليلة الشيعة والرافضة مبسوطين جدا من الأخوان المسلمين، والأخوان المسلمين حبايب بيحبوا خالص الرافضة الذين يقولون بتحريف القرآن،
ويكفرون السيدة عائشة رضي الله عنها ويتهمونها بالزنا قبحهم الله. الأخوان المسلمين متكيفين جدا من الرافضة الشيعة خالص. طيب الصفحة دي الصفحة رقم 172 من كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام. أيضا في الصفحة رقم 175 أيضا يسب الصحابة سيد قطب رضي الله قبحه الله. في الصفحة 175 يسب الصحابة رضي الله عنهم يقول: وما كانت مثل هذه الدعوة ليطيقها معاوية. أها. ولا ليطيقها مروان ابن الحكم. فما زالا به عند عثمان يحرضانه عليه حتى كان مصيره إلى الربذة منفيا من الأرض في غير حرب لله ورسوله وفي غير سعي في الأرض بالفساد كما تقوله شريعة الإسلام. لقد كانت هذه النصيحة يقظة ضمير مسلم لم تخدره الأطماع أمام تضخم فاحش في الثروات يفرق الجماعة الإسلامية طبقات ويحطم الأسس التي جاء هذا الدين ليقيمها بين الناس. هنا بيتهم سيد قطب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه بالتحريض إنه حرض عثمان على أبي ذر لحد ما عثمان بن عفان رضي الله عنه نفى منه أبا ذر إلى الربيزة. وده كذب. أبا ذر براه واستأذن عثمان بن عفان ومشى لشنو؟ الربيزة. ودار يعيش حياة زهد وحياة معينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما في مشكلة. استأذن عثمان وفات. الشيعة الرافضة هم اللي بيجيبوا الكذب ده يقولوا عثمان طرده لأنه معاوية ومنه ما عارف مروان بن الحكم حرضوا عثمان على منه. يعني بقوا الصحابة زي مجتمع عدائي بحرشوا في بعض ضد بعض. ده كلام الشيعة اللي هو اعتقدوا منه سيد قطب. طيب الصفحة رقم 175. طيب سيد قطب يفسر كلام الله سبحانه وتعالى بالموسيقى والأناشيد والأنغام. يعني تفسير زلال القرآن ده سيد قطب كأنه لما كتبوا كده خدت الأورغن والدربوكا والمندلين قدامه. ما لخدت كتاب لا سنة بس كيلين كيلين فسر الآيات. وحيجيك الكلام ده. جيب زلال القرآن الكتاب الفاشل ده الجزء 6 الصفحة 3404 كتاب زلال القرآن بفسر في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هو مفتكر إنه نهاية الآيات دي هوى وغوى، مفتكرة دي موسيقى. شوف زول البليد ده عليك. قال هذه اسمع الكلام. قال هذه السورة في عمومها كأنها منظومة موسيقية علوية. سورة النجم كلها طلعها منظومة موسيقية. سورة نزلت من السماء، نزل فيها جبريل طلعها منظومة. شنو منظومة؟ بس كمان موسيقية منغمة. أها. يسري التنغيم في بنائها اللفظي كما يسري في إيقاع فواصلها الموزون المقفع. أها يا ولد. ويلحظ هذا التنغيم في الصورة بصفة عامة ويبدو القصد فيه واضحا في بعض المواضع. وقد زيدت لفظة واختيرت قافية لتضمن سلامة التنغيم ودقة إيقاعه. يا ولد ده تفسير للدين؟ بالله يا جماعة بتفسير لكلام الله أو ذينب الأخضر أنا جايبه والأصفر. في تفسير للقرآن لقاك من الله خلقك بالصورة دي؟ ها؟ ما في كلام زي ده. هذا كلام باطل وفاحش وسب لكلام الله سبحانه وتعالى. يا أخي ربنا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب عظيم. ربنا قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب أيضا في الصفحة 3811 برضو يصف القرآن بالموسيقى والترم وغيره. قال سيد قطب عشان ما يقول لك ده تفسير ولا بد ترجع له، وقال عبد الله الشريف قال أنا جمعتها وبقرأ فيها. دي هو اللي بتقرأ فيه. طيب قال بيتكلم عن صورة النازعات: والنازعات غرقة والناشطات نشطة. برضو فيه منه نشطة وغرقة، دي حاجة موسيقى يعني. قال يسوقه في إيقاع موسيقي
بيفسر إن 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 إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها. قال يسوق في إيقاع موسيقي، إلى أن قال أيضا ومن هنالك من هذا الجو الراجف الواجف المبهور المزعور يأخذ في عرض في عرض مصرع من مصارع المكذبين العتاة في حلقة من قصة موسى مع فرعون، فيهدأ الإيقاع الموسيقي ويسترخي شيئا ما. ده التفسير بتاع الأخوان المسلمين للدين للقرآن لكتاب الله. عشان كده الأخوان المسلمين جنة موسيقى، مش بطل قرضا برقص قم غادر ومعاول الدولاب بتاع الفرماية كذاك الددو قم غادر وقاعدين يرقصوا، ولا مين بنات كت بنات في استاد ولا شنو يا كحلو يرقصوا كحلو يعرضوا يرقصوا. بالله ديل بشر يقدموا دين يا جماعة، دي أمة دي، ديل الأخوان المسلمين يعني ديل. طيب وبرضو جابوا الحبر يوسف بن ردائم رئيس الأخوان المسلمين في السودان هنا، ده عنده جريدة لمية لي 13 سنة قاعدة. قالوا له وهل يعجب وهل لك في الغناء؟ قال نعم، وأشد ما تعجبني غنية ولع جمر قلبي الحي يا زهرة ربع الحي. شوف الكائن الحي ده عليك الله، زول كبير يا أخي عمره قريب 90 سنة، ما تخجل يا أخي، عامل فيها مراهق يا أخي. والترابي في كتاب الدين والفن قال له قال ولقد آبت وتابت الآلات الموسيقية إلى ربها، يعني الكمانجة توب كيف يعني؟ قال تابت ورجعت إلى ربها. بالله شوف المستعبلين ديل، والله لعبوا بعقول الناس النازل. طيب أيضا الصفحة 3000 كله، والله أنا لو قعدت أقرأ لك هنا بقرأ لك سنة، كله باطل يا أخي كله باطل، لكن أنا قاعد أديك مقتطفات. طيب الصفحة 3957 من تفسير الظلال بفسر سورة العاديات، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة والمغاريات صبحة. قال والإيقاع، قال في الختام ينتهي النقع المثار وينتهي الكنود والشح وتنتهي البعثرة والجمع إلى نهايته نهايتها جميعا إلى الله، فتستقر هناك إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة. أو ده ده دين الأخوان المسلمين. أتحدى أي بشر من جماعة الإخوان المسلمين، أي بشر سروري تكفير هجرة تكفيري، يجي يناقشنا في الكلام ده إنه ده دين، ده دين عبد الله الشريف الفانيلا غيره أبريدا كلهم يجوا يناقشونا في الكلام ده، ده دين، ده دينكم يا جماعة الإخوان المسلمين. وشابكني هو شريعة، ها ده هو شريعة يا مستهبلين يا مجرمين. أيضا سيد قطب وقوله بخلق القرآن، ودي عقيدة الجهمية والمعتزلة. والغرض كده أول حاجة، الغرض شنو منه القرآن مخلوق؟ الفقهاء قالوا أصلا حتة القرآن مخلوق دي شبهة فكوها اليهود، وتلقف منهم أول واحد اسمه الجعد ابن درهم وقال القرآن مخلوق، شال من اليهود وقال القرآن شنو، أبوه كان يهودي خلاص وقال يدس في الإسلام الجعد ده ذاته، وفك الشبهة دي ليه؟ لأنه اليهود لاحظوا أنه الإسلام ما يقدر يحاربوه بالسيف الوقت ده، كان الإسلام قوي، فقالوا ندخل جوا وننخروا من جوا، بقى يفكوا الشبهات. مرة يقولوا يا عثمان بن عفان كفر ويقلبوا الناس عليه ويقتلوه، مرة يقولوا علي بن أبي طالب حكم الرجال كفر يقلبوا الناس عليه ويقتلوه، ويقى يفكوا الشبهات. قالوا القرآن مخلوق، قصدهم شنو اليهود؟ الفقهاء قالوا قصدهم طالما المسلم القرآن ده شايله في يده ده مخلوق، ما كلام الله، مخلوق وما كلام الله، معناته ما عندك دليل تستدل به على أي مسألة في الدين، ما تقدر تقول الصلاة واجبة لقوله تعالى لأن الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ما تقدر تقول قال تعالى ليه؟ لأنه الله ما عنده قول، الله ما قال، القرآن ما كلام الله، إنما القرآن مخلوق من مخلوقات الله. ده كان قصد اليهود، فقبضوا طوالي خالد بن عبد الله القسري وضبحوا في عيد الضحية، تقبل الله وجزاه الله خير. أخذ منه الجهم بن صفوان برضو قال القرآن مخلوق، قتلوا الأمير سلم بن أحوز شغ انتهى الموضوع، تقبل الله جزاه الله خير، عرفته. بعد ذاك جاء المامون في سنة 218 للهجرة في آخر عهد المامون، فنشر المنهج ده
وجاب ناس بشر المريزي والعواليق ديل وناس احمد بن ابي دواد وغيرهم ومسكهم رئاسة القضاة لاحمد بن ابي دواد وفتحوا دار الحكمة ونشروا القول ده. واي عالم ما بقول يا قتلوه يا عذبوه يا سجنوا. اي عالم ما بقر ان القرآن مخلوق. الامام احمد الصد لهم والفتنة دي انتهت باذن الله عز وجل بفضل الله على يدين الامام احمد. جاء سيد قطب دارحية من جديد من سلالة الجعد بن درهم والجه بن صفوان وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد والمامون وغيرهم جاي حيا من جديد الليلة. وديل بدعوا لعقيدة سيد قطب ده عبد الله الشريف ده. طيب جيب كتاب ظلال القرآن الجزء 5 صفحة 2719 ألف لام ميم. قال الحروف المقطعة التي اخترنا في تفسيرها أنها للتنبيه إلى أنها مادة الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب يعني القرآن لأنه من صنع الله لا من صنع إنسان. القرآن ده من صنع شنو؟ من صنع الله عند سيد قطب. ده كذب. القرآن كلام الله وليس من صنع الله يعني من خلقه إنما هو كلام الله غير مخلوق. منه نزل ومنه بدأ وإليه يعود. دي العقيدة الصحيحة لأنه ربنا قال القرآن كلام وما قال القرآن خلقه أو صنعته. ربنا قال وكلم الله موسى تكليما. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه. روى البخاري من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول من يحملني إلى قومه حتى أبلغ من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. يبقى القرآن كلام منو؟ كلام الله. ما من خلق الله وده يقول من صنع الله يعني من خلق الله زي ما العلماء قالوا كلام ده وقالوا ده باطل يدل على قوله بخلق القرآن. والإمام أحمد قال من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. ونقل أيضا لا نقله الإمام الصابوني عن جمع من السلف من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم عن جمع من السلف في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث. أيضا في صفحة 3006 من ظلال القرآن يقول سيد قطب هذا الحرف صاد يقسم به الله سبحانه كما يقسم بالقرآن ذي الذكر وهذا الحرف من صنعة الله تعالى يعني من خلق الله تعالى. وده نحن نقول هذا الحرف وكل القرآن وكل حروف القرآن كلام الله وليس من خلق الله أو من صنع من صنعة الله زي ما بيقول هذا الخبيث سيد قطب قبحه الله تعالى. سيد قطب ينكر الاستواء على العرش. آيات كثيرة قال تعالى ثم استوى على العرش قال تعالى الرحمن على العرش استوى وغيرها من الآيات. سيد قطب بنكر الكلام ده إنه الله عز وجل استوى على العرش بنكر الاستواء وينكر العرش ذاته وينكر الميزان كمان. لكن كده نقف على إنكاره للاستواء على العرش الجزء 4 الصفحة 2328. يقول سيد قطب في تفسير لسورة طه على العرش استوى يعني الرحمن على العرش استوى قال والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء. وده كلام باطل ولا مو باطل؟ باطل من أبطل الباطل. الاستواء على العرش أي أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. الله قال الرحمن على العرش استوى اللولا والليك شنو تاني اللولا وشنو الله قال الرحمن على العرش استوى
طيب أيضا تفسير سيد قطب للا إله إلا الله بالحاكمية فقط، كتاب العدالة الاجتماعية الصفحة 182 طبعة دار الشروق، يقول سيد قطب: إن الأمر المستيقن في هذا الدين أنه لا يمكن أن يقوم في الضمير عقيدة ولا في واقع الحياة دينا إلا أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله، أي لا حاكمية إلا لله. بفسر لا إله إلا الله بشنو؟ بالحاكمية بس. عشان كده بتلقى الليلة دين الأخوان المسلمين والهجمة بتاعتهم والكوراك كله بشنو؟ الحكم بس، بصرف الحكام دي بس. حاكم ما مسك منهم بيبقوا معارضة بيكفروا، مسكوا منهم بيقولوا هو الإسلام الصحيح وهو الدين، واللي ورئيسنا ده حافظ القرآن بسبع روايات وما حافظ سبع آيات، زي الترابي، ترابي شابكين أنا حافظ القرآن بسبع روايات، جابوا قناة الجزيرة بعد ما شوتوا من الحكم يوم 4 رمضان جزاهم الله خير طفشوا برا، قام جابوا قناة الجزيرة قال حافظ القرآن؟ طبعا خاف إنه يسمعوا له، قال لا أنا ما حافظه، قال بس قريت التفسير. وطبعا التفسير يا هوندا ما التفسير بتاع الدين، التفسير بتاع سيد قطب ده هو. طيب فعشان كده برضو بتلقى الاخوان المسلمين ما بيعدوا للتوحيد اصلا، يلقوا زول بيعبد قبة، زول راكع لتحي الصنم، زول بيتدردق له في تراب بتاع قبر مرة بيسف عليها تراب من بنية من قبة ولا بيستغلوا، يقول لك ده شرك القبور خلوه، لابد أن نعالج شرك القصور الشرك السياسي يا هوندا، لأنه لا إله إلا الله كلها بيفسروها بشنو؟ بالحاكمية بس، لا فيه ألوهية بس بالحاكمية بس. شوف الناس المجرمين كيف، والرسل كلهم دعوا إلى التوحيد وركزوا على توحيد الألوهية لأنه ذا الوقع فيه النزاع. أما الحاكمية هي جزء من توحيد الربوبية زي ما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن المهم ديل مسكوا جزء صغير زي البلاغي جماعة الدعوة والتبليغ اللي مد لافين في اليوتيوب عندهم غنى قال الشعار بتاع أبوك شنط ماشين. المهم فديل الدين كله سووا في فضائل الأعمال، مع أنه فضائل الأعمال من الدين ما بننكره، لكن ده ما أصل الدين، يعني كونه تأمر الإنسان بالسواك وبكذا دي فضائل الأعمال، ده ما هو أصل الدين. أصل الدين وأساس الدين العقيدة، عشان كده بتلقى جماعة التبليغ قال دين عقيدة في مركزهم الأول في العالم في الهند، ما هو ما في باكستان الأول، في الهند في مدينة دلهي 6 طوابق فيه أكثر من 3-4 قباب وأضرحة تعبد من دون الله ويستغاث بها من دون الله جوا الجامع 6 طوابق موجود على اليوتيوب، زول لما هم أنكروا الكلام ده زول مش يصوروا كله 6 طوابق ومرفوعة في اليوتيوب صوفية، ليه؟ لأنه ما فيهم الدين صح. طيب سيد قطب يصف الإسلام الذي نزل من السماء الدين يصف بأنه هو عبارة عن مزيج من الشيوعية والمسيحية، الدين دي رب العالمين الذي قال الله عنه إن الدين عند الله الإسلام، وقال عنه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، والذي قال الله سبحانه وتعالى عنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ده قال هو خلاصة الدين ده الإسلام ده مزيج من العقيدة الشيوعية والعقيدة المسيحية، في كتاب سيد قطب اللي هو معركة الإسلام والرأسمالية، هذا هو الكتاب الصفحة رقم 61 معركة الإسلام والرأسمالية الصفحة 61. يقول سيد قطب: ولا بد للإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا. ده خلاصة دين الإسلام، لأنه عقيدة إيجابية وإنشائية، ليه؟ لأنه قال لك بالصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا بيساوي الإسلام، شيوعي زائد مسيحي، وما اسمه مسيحي اسمه نصراني، لكن حسب ما قالوا شيوعي زائد مسيحي بيساوي شنو؟ بيساوي مسلم كامل. شيوعي يقول لا إله والحياة مادة، يقول أصل الإنسان كان قرد، يقول الإسلام أفيون الشعوب، دي الشيوعية، زائد نصراني
بيقول الله إله والروح القدس إله وعيسى بن مريم إله، ثلاثة إله اتحدوا بيقوا إله واحد. والله عنده جنى ولد، ولد اللي هو قال عيسى بن مريم دوت ضل عديل، كما جاء في رسالة يوحنا الرسول الأولى الإصحاح 5 من العهد الجديد من الكتاب المقدس بتاعهم ده المحرف كما قال تعالى عنه يحرفون الكلمة عن مواضعه. سيد قطب قال ده مع الشيوعية، قال ده الإسلام كامل، ولسه أباطيل كثيرة لكن اختصرناها الآن، وحنواصل الحلقة الجاية لأنه الود اللي اسمه عبد الله الشريف بيمدح سيد قطب، بيمدح منه حسن البنا وبيمدح الإخوان المسلمين، مرة جاية حنمسك حسن البنا ده شنو ذاته عشان نكشف الود فانيلا ده عبد الله الشريف الإخواني من جماعة الإخوان المسلمين، من أكبر الدعاة الليلة وأشهر الدعاة الليلة لمنهج حزب الإخوان المسلمين، هذا المنهج الضال الباطل الذي أسسه حسن البنا، ما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أسسه حسن البنا الصوفي هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.